بغاوة تمريض. ازيكم؟ وفلوج جديد لإيفنت بداية الطريق التابع لاتحاد شباب يبني وطن في البحيرة، وبالأخص دمنهور. ركبت من الفيوم وكان معايا أخويا ياسر، واللي بالمناسبة بيقدم محتوى خاص بالتمريض على بيج نيرسينج بايونير رائد التمريض. متنسوش تعملوا فولو علشان بينزل حاجات مختلفة بطريقة مبسطة جدا. حجزنا القطر وبعدها اتجهنا لدمنهور، وكان محمد السيد مستنينا هناك. دخلنا القاعة وبدأنا الإيفنت، وجه دوري إن أطلع أتكلم. هو بجد يعني انا حابب ان احنا نختم بالشخص اللي اسامه قال عليه، مش نجيبه دلوقتي لان هو هيقدم لنا نموذج وهيعرض لنا حاجه جديده من نوعها وحاجه كويسه. زي ما بدانا اليوم بحاجه برضه على السوشيال ميديا ونموذج شبابي ناجح، يمكن هو ما اخدش وقته، ويمكن علشان التاخير اللي حصل في بدايه اليوم الناس كلها يعني وقتها بقى مضغوط. فاحنا خلينا نختم باليوم، يا رايك نختم ولا تطلع دلوقتي؟ دلوقتي خلينا نسمع لليوتيوبر علاء احمد قصه نجاح. اعرفكم الاول بنفسي، مستر علاء احمد، خريج تمريض جامعه الفيوم. بدات محتوى على السوشيال ميديا من 2019. كان في شويه صعوبات كتيره جدا، احنا طبعا عارفين ان المحتوى العلمي للاسف ما بيتشافش بسهوله، ودايما بياخد وقت عقبال ما ينتشر ويوصل للناس كلها. كانت اقل حاجه ممكن استخدمها الكمبيوتر تعبان جدا، انا لسه بدرس، الحاجه كمان ان انا دخلت بعد كده فتره امتياز. كل دي مراحل انا مريت بيها، بس على مدار الرحله اتعلمت حاجات كتيره جدا، ودي بصراحه اللي انا حابب ان انا انصحكم بيها. اول حاجه، المحتوى العلمي لازم ولا بد ياخد حقه، وعشان كده كان هدفي ان انا اوصل المعلومه بشكل بسيط وسلس. فئه التمريض دلوقتي ان شاء الله دلوقتي مدرسه ومعهد وكليه، وعلشان المستويات مختلفه لازم الشخص اللي هيشرح المعلومه يوصل المعلومه دي لكل الفئات اللي موجوده، وده كان الهدف الرئيسي. حاجه فري مجاني يقدر يعني يسترجعها في اي وقت. اهم حاجه انه يتعلم، انه يتعلم صح. فاول نصيحه اقدمها لك، ابدا، لانك لو هتستنى الوقت المناسب هتستنى كتير. فابدا دلوقتي علشان المناسب عمره ما هيجي. الحاجه الثانيه، مش لاقي حد يعلمني صح. ما تعتمدش على اللي انت بتشوف، يعني مش كل حاجه احنا بنشوفها ممكن تبقى صح، ولذلك لازم تراجع المعلومه صح. ما ينفعش معلومه من غير تطبيق، ودي بقى نقطه البراكتس او الهاند سكيلز. لازم علشان اتعلم الحاجه دي انا اخدت خلاص العلم بتاعها ودرسته كويس، اطبق بقى، يبقى لازم اطبق صح. انا اللي بيدي اقدم له رعايه صح، ممكن برضو بسببي انا اخليه للاسف يحصل مضاعفات وتؤدي الى الوفاه. الحاجة بقى المهمة وللأسف كتير منكم بالنسبة له مشكلة، هو الإنجليش. لازم ولا بد إن أنت تهتم باللغة. اللغة مش فترة مؤقتة بس اللي هي فترة الدراسة، لأ، هتفضل مكملة معاك دراسة، امتياز، تخرج. حابب إنك تسافر كمان، لازم تهتم باللغة. موضوع الكورسات، عايزين دلوقتي كورسات نطور من نفسنا، عايزين نعلم من إمكانياتنا. دايما بتبصوا للشهادة، يا جدعان إحنا لسه طلاب، ومعنى إنك أنت لسه طالب، فكرة ان انت تاخد شهادة معتمدة مش ملزم بيها قوي، على قد ما انت ملزم ان انت معاك معلومة صح، معلومة تقدر تخليك ثابت في مكانك وبتطبق الحاجة من غير مثلا اي حد يجي من بره يعدل عليك. كلنا اكيد بنحلم ان احنا نسافر، بس هل السفر ده بسهولة؟ لا. طب ايه بقى الخطوات اللي نمشي عليها؟ اول حاجة الخبرة، لازم المكان يبقى حاصل على حاجة اسمها الجي سي ار. اكيد سمعتوا عن السؤال الالماني صح؟ السلام الدولي، العربي 57، الاماكن دي كلها واخده الجي سي ار. لازم على الاقل تبقى معاك خبره سنتين. الحاجه الثانيه، انا قلت لك في الاول التمريض مش مجرد حاجه عمليه وخلاص، انا اروح اركب كانيولا، هسحب عينه، هعمل حاجه مثلا اجراء معين وخلاص. لا، التمريض مبني على علم، مش مجرد حاجه عمليه وخلاص، فالاثنين بيكملوا بعض. الحاجه الثالثه، موضوع الشهادات برضه. انت خلاص خلصت الحمد لله واتخرجت، ساعتها بقى تدور على الشهاده. طيب ايه الشهادات اللي انا مثلا محتاجها؟ البي ال اس والاس ال اس والبي ال اس. الثلاثة دول بمختلف الاعمار، يعني انا بشتغل انعاش قلب رئوي. ايه كمان؟ الانجليزي. الانجليزي هنا كلامك هو شهادتك، بس برضه محتاجها لو انت رايح تشتغل وليكن هتسافر، يبقى محتاج ايه؟ الايلتس. انا دلوقتي رايح اسافر وليكن السعوديه، ايه مثلا العرض اللي جاي لي ده؟ اعرف كمان مميزات العيوب، هل انا فعلا هقدر اتخطى العيوب دي وعادي بالنسبه لي الموضوع سهل ولا لا؟ خلينا واقعيين برضه، انت عمرك ما هتعيش الجنه وانت على الارض. هنا في عيوب
وهناك برضه في عيوب، وهنا في مميزات وهناك برضه في مميزات. بس هل انت تقدر تعدي العيوب دي وتتخطاها عادي؟ بالنسبه لك الموضوع ما فيهوش اي مشكله، براحتك، المهم انت اللي بتقرر. انا دلوقتي خلاص عرفت البلد اللي هروحها وقرات عنها كويس وشفت العرض المناسب ليا، ابدا ارتب كل حاجه، ارتب الاولويه. في حاجه اسمها لينكد ان، ده ابلكيشن اصلا زي الفيس وزي الانستجرام وتيك توك وغيره وغيره. ده بقى عباره عن ايه؟ كل واحد فينا بيبدا ينشر السي في بتاعه. انا مثلا حاصل على سكيلز معينه، خبره مثلا في الاي سي او سنتين، بعد كده بتنشر السي في بتاعك ده على الموقع ده او على الابلكيشن ده، بتبدا بقى تضيف ناس كتيره في مجالك علشان لو جات لك فرصه يبدا يتواصل معاك وبتجي لك فرص شغل حلوه جدا، سواء بقى جوه مصر او خارج مصر. وختمت التوبيك بتاعي بجمله هي شعارنا، الجينيرولوجي. وتم تكريم اوائل الثانويه العامه والثانويه للتمريض ومعاهد التمريض. اخذنا صور وفيديوز كتيره علشان تفضل ذكرى ما بيننا، ونلتقي في ايفنت جديد مع غاو تمريض. سلام.